كم فضائيات، كم موقع، كم إعلام، كم عدو داخلي خارجي، كم قنابل ذرية ونووية وأسلحة وعنقودية تقتل وتسفك ما زال الدين في قوة، ما زال يزداد، ما زال باقيا. لكن أعظم ما يفرقنا إذا تسلط بعضنا على بعض. هذا الذي يجب عليه وجوبا أن يرجع المسلم وأن نتقي الله في المسلم ونتقي الله في بعض الأخوة المستجدين والمبتدئين. إذا رأونا نحن نختلف ونتعصب ويكاد يخرج بعضنا بعضا من السنة، هذا ما ينبغي أبدا.